فاش كملتي 100,000 ابوني في انستغرام شريتي لراسك واحد الكادو باقا كتجبديه دابا؟ لا نسيتو دابا شويه حيت خرج الكاطوس. دابا في الاول كنت كنصور بمعلقه فهمتي، كون هزيت معلقه صورت بها كانت غتكون احسن من داك التليفون باش كنت كنتصور. داكور. من بعد كنت شديت المنحه اللي كيشدوها الطلبه. الناس الطلبه راه غيفهموا هادشي، الفقراء منهم الاغنياء، حيت المنحه كيشدها كلشي بين قوسين. معناتها انا ما مسؤولاش على هاد الهضره اللي كنقول، انا عداويه. شديت المنحه قلت نتهلا في راسي شويه، شريت واحد التليفون غالي شويه 2000 درهم. انا كنت كنقرا وكنت كنشد المنحه، تليفون غالي شويه ب 2000 درهم. 2000 درهم غليت فيه، راه الواليده راه سيمانه وهي تتقول لك فرشوا لي هذاك التليفون، ديروا ليه مانطار يضرب البرد، راه داير. شريتي التليفون ب 13000 درهم؟ لا، تنهضر على التليفون اللي جا من ورا المعلقه. من وراها ولات سوبيره شويه. كالكيلاتريس، نصور كالكيلاتريس. حيت قلتي لي المنحه وانا عارف التليفون اللي شريتي، يلاه كنقول لهم راه انا راه شديت المنحه وما كانتش غتشري لي هادشي. هذيك المنحه الاخرى اللي شريت بها هادشي، هذيك المنحه الاخرى مني خدمت تخرجت. الشوكر دادي. خدمت لا تنخدم فيهم 8 السوايع في النهار اخويا، ماشي الشوكر دادي. وشديت الرابيل وتسلفت من عند العائله ودرت الكريديات والقرعات وهادشي كامل باش نقدر نشري تليفون ب 13000 و 13000 درهم وشي حاجه، ما عقلتش الفصيله، تيهمونيش الفواصل. الله الله الله. كتقول لك كتقول لك انا كون ما كنتش لاباس عليا كون راه انا شريت تليفون ب 3 تعدي بحاله.